قطاع الثروة الحيوانية في الفترة الأخيرة في كتير من الملفات وكتير من القضايا الهامة جدا 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 على مستوى العالم كله، خصوصا واحنا بنتكلم بعد أزمات عالمية، بعد ارتفاع في الأسعار، ارتفاع في أسعار الأعلاف، وكتير بقى طبعا من النتائج اللي ترتبط على ارتفاع الأسعار في كل ما يخص الثروة الحيوانية. ولكن مع هذا الاتجاه احنا في الاتجاه الآخر أو على الصعيد الآخر، الدولة بتولي اهتمام كبير جدا بالنهوض بقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام، من مشروعات جديدة، من دعم للمربي، من دعم للأعلاف، فتح ما كان مغلق في الفترات الماضية على الأعلاف، وكتير من الإجراءات اللي شفناها في الفترة الماضية. هل ده كافي؟ لا مش كافي، وإحنا لسه مكملين ولسه الدولة يعني بتولي اهتمامها لهذا الملف اللي ما بيستغناش عنه أبدا المواطن المصري. وبالتالي إحنا عندنا كل يوم جديد وكل يوم عندنا إجراءات في مجال أو ملف الثروة الحيوانية عموما في مصر. محتاجين نتكلم عن المشروعات وأحدث ما توصلنا إليه علشان نشوف هو الرؤية بكرة عاملة إزاي في ملف الثروة الحيوانية، بكرة إنتاجنا عامل إزاي، اكتفائنا الذاتي النهاردة عامل إزاي، وبالتالي هيترتب عليه المشهد بكرة هيكون عامل إزاي في الثروة الحيوانية. هنتكلم النهاردة في تفاصيل كتير جدا مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا النهاردة، دكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بقطاع الثروة الحيوانية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وكل عام وكل المشاهدين الكرام بخير وصحة وسعادة. أهلا بك. خلينا يعني نلقي كده الضوء وفي قراءة مشهد الثروة الحيوانية في مصر في الفترة الراهنة بعد كل الأزمات اللي عدينا بيها الفترة اللي فاتت وكل الإجراءات وكل يعني احنا عدينا يوم ويوم تلاقي في إجراء جديد، في مشروع جديد، في خطوة جديدة للنهوض بهذا القطاع الكبير. المشهد عامل إزاي دلوقتي؟ هو المشهد يعني عشان نكون أكثر إنصافا، في الدولة بتولي اهتمامات كبيرة جدا بالثروة الحيوانية ومشروعات قومية متعلقة بالثروة الحيوانية، وبدأت الاهتمامات دي يعني احنا بنتكلم في حصاد 9 سنوات من الإنجازات، وبدأنا بشكل رسمي بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية بإصدار العديد من القرارات الوزارية لتبسيط الإجراءات، تشكيل العديد من اللجان لتبسيط الإجراءات وزيادة التوعية لصغار وكبار المربين، عقد العديد من البروتوكولات وإنشاء العديد من المشروعات القومية. يعني على سبيل المثال قطاع الثروة الحيوانية بدأنا بالمشروع القومي لإحياء البتلو، كان فيه المشروع القومي لملء الفراغات، المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، المشروع القومي للتحسين الوراثي وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم، في المشروع القومي لتطوير مزارع الدواجن وتحويلها من النظام المفتوح للنظام المغلق. كل دي مشاريع بالإضافة لعقد العديد من البروتوكولات، بالإضافة لمساهمة وزارة الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية في العديد من المشروعات اللي بتتم من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودي موجودة يعني بشكل ملحوظ من خلال المجمعات الزراعية النموذجية. أيضا في اهتمامات بمجمعات الإنتاج الحيواني النموذجية. كل دي كمشروعات أثرت بشكل كبير جدا على إنتاجنا واحتياجاتنا والأمن الغذائي من الثروة الحيوانية، بالإضافة لمشروعات كتيرة جدا منها على سبيل المثال الحصر الإلكتروني والمميكن لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، منها أيضا دعم الداتا الكاملة الخاصة بالثروة الحيوانية مع وحدات المساحة المكانية. بدأنا وحدات اللي هو من خلال هيئة المساحة العسكرية اللي هو الخرائط الطبقية، ورصد أماكن أو مزارع أو أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بخلال المواقع نفسها، ومحدد من خلال المواقع مساحة كل مشروع وتوقيت إنشائه وتتبع زماني ومكاني المشروع لقياس التزامه بالأبعاد الموجودة والأبعاد الوقائية وإنشاء المزارع. أيضا بدأنا في موضوع يعني مهم جدا أعاد لنا الريادة في تصدير الدواجن، اللي هو إدراج مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة تحت مظلة منظمة الصحة الحيوانية العالمية وتطبيق اشتراطاتها، هي منظمة الصحة الحيوانية العالمية الـ OIE. نطبق اشتراطاتها ووصل عندنا أكثر من 31 منطقة معزولة مسجلة
دي مكنتنا بشكل رسمي من إعادة الدور الريادي وإعادة تصدير الدواجن الحية للعديد من الدول العربية والإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام أكتر من 14 سنة. تطبيق المعايير وتطبيق الاشتراطات ده بيتم على كل اللي داخل واللي خارج، فده نقلنا كنقلة كبيرة جدا، زائد ان المشروعات دي ساهمت معايا بنسب اكتفاء ممكن نقولها يعني وفقا للحديث عن كل مشروع. على سبيل المثال لو قلنا اللحوم الحمراء، احنا وصلنا مثلا كنسبة اكتفاء ذاتي في اللحوم الحمراء لأكتر من 62-65%، بعد ما كانت النسبة قبل إطلاق المشروعات القومية لا تزيد عن 40%. وصلنا لنسبة اكتفاء ذاتي 100% من بيض المائدة، وما يقرب من 100% اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء لحوم الدواجن. دي كلها كنسب اكتفاء. عندنا اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من ألبان الشرب السائلة، ويوجد فائض تصديري. ده مع تطبيق كافة الاشتراطات بيرفع معانا من معدلات التصدير وتقليل الاستيراد وزيادة جلب العملة الصعبة، بالإضافة أيضا للدور التوعوي اللي بيتم تقديمه لصغار المربين وحثهم على استخدام بدائل الأعلاف التقليدية لتقليل تكاليف العملية الإنتاجية. احنا في الفترة الأخيرة بدأنا بجائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، انتقلنا بعد كده الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ورغم كل ده كان بفضل من الله الأمن الغذائي الزراعي في منأى عن كل المشاكل دي. في تأثيرات تمت ولكن مش بالقدر اللي كان متوقع، وده راجع للتطوير المستمر وزيادة الوعي والإدراك لدى المربين والمزارعين. فبرضو كل فئات المجتمع كان لها دور، زيادة وعيهم، زيادة الخدمات اللي بتقدم سواء خدمات إرشادية أو توعوية أو خدمات على المستوى الدعم الفني واللوجيستي بالنسبة له. كل ده ساهم معنا بشكل كبير جدا في النهوض بالثروة الحيوانية. انتقلنا لمرحلة يعني بوجهة نظري مرحلة مهمة جدا، اللي هو التحسين الوراثي للسلالات، تأصيل سلالات عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم. ودي كان الاهتمام بها يعني ماشيين بمحورين، محور يخص المزارع النظامية وكبار المربين، وده يعني بيتم من خلال تربيتهم للسلالات العالمية عالية الإنتاجية زي الهولشتاين والبراون سيوز وغيرها من السلالات والمونبليار وغيرها. ده كده الظروف نفسها في المزارع دي أو في الشركات دي أكثر تأقلما وبيقدر يوفر المناخ والظروف المناسبة لتربية الحيوانات دي. في نفس المستوى كان فيه اهتمام بصغار المربين والمرأة المعيلة الشباب الخريجين، ده بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده كان مناسب بالنسبة لهم اللي هو تحسين الوراثي للسلالات المحلية ووجود قطعان الخليط.